عشية عيد الفطر المبارك، يفضل كثيرا من المواطنين بمختلف الفئات استخدام العطور الزيتية نظرا لنوعيتها وسعرها المنخفض مقارنة بالأصلية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، والعينة رصدناها من قسنطينة. الكستريت بغرافيك سما، واولا البري تاعها سما موان شير مش غالي، سما يمشي، وهو بعد تاعو الكستريت مليح ويقوي فيه. انا بالنسبه لي يعجبني بزاف. جيت نشري البارفا تاع التمر باسكو مدايرين فيها بروموسيون، وزيد البارفا الكستريت حيشبه الاوريجينال، على هذيك نكونسوميها هي على البارفا اوريجينال، ولي بري تاعنا ملاح وريزونابل. توافد كبير تعرفه محلات بيع مختلف أنواع وماركات العطور الزيتية في وقت يحرص فيه التجار على عروض وتخفيضات بالتزامن مع أعظم المناسبات الدينية. لي بارفان هنايا تاع ليكستري ولا عندهم إقبال كبير باسكو لوريجينال شغل ولا بزاف غالي، والمجتمع كتشوف الظروف تاع الاجتماعية صعيبة، القش غالي، الخضرة غالية، سما صار لي المواطن لازم يجي لهنا يبروفيتي يدي قلعة صغيرة 25 30 50 60 خام لي يحشي وحده بزوج ملايين، مليون ونص، 3 ملايين. تسعة طر في رمضان في العيد، على بالك العيد ومنا الناس تزور بعضها، لازم يديروا عطور منا فوالا، ونظرة احنا مديرين لي بروموسيون هنايا والاسعار تاعنا بيان، تخلي الاقبال كبير خاصة على المنطقة علينا هنايا، تخلي الاقبال كبير تنجم الناس كامل تتعطر. خاصة العطور الاصلية شوية سعر كبير غالي. ككل مناسبة دينية أو عيد، يجتهد الفرد الجزائري للاحتفال بهذه الشعائر بالظهور في أبهى حلة وأحسن صورة للأناقة.